اهلا بيكم من جديد وحديث القاهره. وصلنا لفقره حديث القاهره الموازي واللي شغلكم وكان هي الموضوعات المهمه بالنسبه لكم على الانترنت مع خالد البرماوي بورصه الكلام. اهلا بيك كريم. اهلا بيك خالد. مساء الفل يا خالد. مساء الفل. بورصه الكلام اهم ما تحدث به المصريون وبحث عنه محقق مدقق وملخص كمان. بورصه الشخصيات. والنهارده لو بنقول يعني صفه فبنقول صفه التوازن. عندنا ميكس كبير جدا ما بين الموضوعات وبالتالي الشخصيات. دكتور مصطفى مدبولي على خلفيه لقاءات ليها علاقه بالعاصمه الاداريه وتجهيز المرحله الاولى 40,000 فدان، لقاءات ليها علاقه بوزير قطاع الاعمال محمود عصمت على خلفيه تفعيل وثيقه ملكيه الدوله، واخر حاجه كانت لقاءات ليها علاقه باللجان النوعيه في مجلس النواب. وقال تصريح مهم قوي، قال الزياده الاخيره لفاتوره الكهرباء قفزت الى 40 مليار دولار. دكتور علي مصلحي على خلفية تثبيت تأكيدات سابقة كان قالها حتى كمان في حديث القاهرة ثم قالها لأحد البرامج أخرى ليها علاقة بالسلع بتغطينا من 5 لـ6 شهور، وكمان قال إن في تفعيل لعملية الرقابة على الأسواق خاصة فيما يتعلق بالسلع التموينية. المستشار مرتضى منصور على خلفية تصريحات كتيرة جدا أثيرت حوله ومنه، منها أن يوم الخميس بيقول هيطلع بتصريحات كبيرة. كابتن ميدو كمان بيقول أن مرتضى منصور قدم استقالته فعلا لوزير الشباب أمس على خلفية طبعا يا خير أنت متابع الوقف الحاجة. قال أنه قال له أنا هستقيل لكن عرض بس ما قدمش الاستقالة. لا ما قدمها، هو عرض الاستقالة أوكي أو هدد بالاستقالة، مش عايزين يعني نستخدم ألفاظ مش متأكدين منها. لكن طبعا على خلفية رفض، ولا هو رفض. قال فتبقى المسألة ما عندناش معلومة مؤكدة. بس هو قال تصريح بيقول لك إيه، في ظلم. قال لك الأهلي بياخد رعاية 1 مليار جنيه وإحنا أبطال الدوري وأبطال الكاس بناخد 30 مليون جنيه، هل ده عدل يا سيادة القاضي؟ هو قال كده، هو قال كده عدل يا سيادة القاضي كده. طيب ميشيل عون رئيس اللبناني وقبل سويعات من نهاية حكمه، وشفنا فقرة كبيرة جدا ومتابعة من كريمة وخيري. كمان لولا دي سيلفا رئيس البرازيلي بعد 12 سنة غياب رجع تاني. انا فرحت جدا. 51 فرحت فرحت له بالحرس القديم. الراجل ده صانع أحذية وراجل عنده دراما. كفاح واستطاع ان ينقل البرازيل نقلة في ولايته، فانا اتبسطت. بس هو بعده يعني تكبلت كتير الرئيس جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه له الدعوه لحضور قمه المناخ. في ظني يجي، في ظني يجي. خد بالك نجح 51%. طيب دي بورصه ايه؟ بورصه الشخصيات الاكثر نشرا. تعالوا بقى نشوف اللي اكثر الحاجات اللي انتوا اهتميتوا بيها وعملتوا عليها بحث واهتمام وشير. واحده من الحاجات المهمه جدا كانت فكره اشاعه طلعت على ناس بتلم بطايق اللي هو الرائدات الريفيات. وزاره التضامن كان من ضمن الحاجات اللي اهتمت بيها الناس فكره نفي عمليه البطايق. وخدوا بالكم اليومين دول ناس هتلم بطايق، ناس تزوير عمله، الوضع الاقتصادي اللي في العالم كله ده معناه مجموعة من النقاط دي. واحدة من الحاجات اللي كان عليها بحث واهتمام كبير جدا النهاردة هي مركز التحكم للشبكة الوطنية. لو بنبص هنلاقي من القصص الأكثر انتشارا على جوجل وكمان على فيسبوك كمان كان مركز التحكم أو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. تعليقات كتيرة جدا بس مهمة جدا ناخد بالنا من هنا من نقطة. أول حاجة الشبكة دي عاملة زي لو أنتوا بتشوفوا الأفلام الأمريكي بتلاقي مثلا اللي هو 911 911 تكلم طوارئ، حتى لو انت في اي مكان هو طوارئ واحد، كلمه واحده جمله واحده بتقولها وبناء عليها بيتم توجيه الدعم اللي انت عايزه. دي نمره واحد. نمره اتنين كان في كلام على فكره الرقابه على الجوده. بمعنى ايه؟ بمعنى انت زمان لو كنت اتصلت مثلا بالاسعاف او المطافي محدش يعرف يا خيري هل الاسعاف او المطافي ده جه ولا لا، استجاب ولا لا، جودته عامله ازاي. لكن دلوقتي هيبقى الموضوع تحت السيطره. بمعنى ايه؟ كله متشاف، كله متشاف خلاص. فكده تيجي تقدر تقول نسبه استعداد المطافي في محافظه مثلا فيوم عامله ازاي، كم بلاغ بيجي لهم، بيروحوا بعد قد ايه، كم بلاغ بيحصل نتيجته قد ايه، الاصابات، الاسعافات. الموضوع ثوري بمعنى الكلمه. فكره كنت عندك منبهر النهارده لان فعلا دي حاجه بقالنا كتير نفسنا فيها. يعني انا هقول لك ده راي واحده اسمها هاله بتقول ايه، لما تشوف مركز التحكم المركزي للشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه بالمقطم وعقول مصريه قايمه على المشروع بتقول اتفرج على الجمهوريه الجديده. واحد تاني اسمه جمال رائب بيقول بصراحه بنيه تكنولوجيه حديثه، لان بامانه وزاره الاتصالات عامله شغل كبير جدا طبعا. وجزء برضو من موضوع فكره التامين ان انت اولا الشبكه مش على شبكه الانترنت اللي انتوا عارفينها، لا دي على شبكه داخليه، شبكه انترنت داخليه محدش يعرف يخترقها
بنسبه 99.9%. فدي برضو مهم جدا ان محدش يبص على البيانات بتاعتنا والداتا ويعرف احنا عندنا كم حادثه ليها علاقه بحاجه معينه او وضع معين او. برضو تعليقات تانية خيري معانا كان اهداف بتقول ايه، مركز التحكم المركزي للشبكه الوطنيه لخدمه الطوارئ اللي افتتح اليوم ده موجود في دول كتيره جدا، مصر عاشت عشرات السنين في بيات شتوي دائم لم تدرج هذه الخدمه للمواطن. في حد تاني دكتور احمد فؤاد طبعا انور استاذنا الكبير بيقول النهارده تم افتتاح مركز التحكم المركزي، وبيقول ان من شهرين سيتم توجيه بتخزين السلع على اساس مخزون استراتيجي وقبلها تحديث تسليح القوات المسلحه، وشايف ان دي مجموعه من النقاط الايجابيه خاصه في الفتره الاخيره. طيب من الترند اللي مش عايز اقول الجاد لان كل الترندات اللي انتم بتهتموا بيها هي جاده بشكل او باخر، لكن من الحاجات اللي كان فيها اهتمام كبير جدا فكره صور لمجموعه من الشباب بيتم محاكمتهم وهاجت السوشيال ميديا، هل ده معقول وازاي وفي صور وفيديوهات ومش امر منطقي ان في طلبه وقال لك ده كمان جامعه معقوله في سجن في الجامعه؟ طلع الموضوع عباره عن ايه؟ طلع الموضوع عن محاكاه، ودي حصلت في جامعة السادات. محاكاة طلبة حقوق بيعملوا محاكاة لمنظومة تقاضي، منظومة تقاضي بسيطة خالص، لازم يكون فيها متهمين ولازم يكون فيها نيابة ولازم يكون فيها أوضاع ودفاع، فشيء طبيعي. فطبيعي ان يبقى في طلبة ايه؟ محبوسين طبعا. فطبيعي ان في يبقى في طلبة محبوسين زي ما قالت كريمة، لكن هم فعليا مش محبوسين زي بالظبط لما يحصل في كلية الطب. دي محاكاة معروفة، يعني محاكاة. في بعض الناس شافها مش محاكاة، ودي برضو من الحاجات الغلط جدا ان بيحصل كتير ان في ناس بتتهاجم وفي حاجات بيحصل عليها هجوم، وللأسف بعض الإدارات بعض متخذي القرار بيتفاعلوا مع ردود الفعل دي ويوقفوا نشاط، لكن ده نشاط تعليمي أو ممارسة تعليمية، ومش أقول بس الحمودة ده واجبة. هتعود الطلاب على الجو بتاع المحكمه، زي ما مثلا بنشوف اللي اباطنه او قبطان البحر بيروح يبقى فيها عنده محاكاه للبحر، ده كمان هيبقى عنده محاكاه للشغلانه بتاعته انه هيبقى في المحكمه، يعني شيء مهم. طيب خلينا نشوف الصور اللي رشز معانا يا ريت، لان ده حصل مش بس يعني هم بقى منها مش بدعه لكليه الحقوق بجامعه السادات، لكن كمان كليات اخرى كتير القاهره وبره القاهره. ايه اتخذت قرارات ضد الطلاب يعني؟ لا، هو كان فيه هجوم وضغط على الموضوع ده على اساس ان هو هجوم. لكن هل ده بروب المحاكاه؟ في لقطات شغاله اهي، ده في جامعه المنيا. يعني معنى كده الموضوع متكرر زي ما انت ما بتقول يا خالد، في جامعات كتيره جدا كليه الحقوق بتنفذ فيها المحاكاه. انا شايف تفاهه ان اي حد يتوقف قدام ده او يرى فيه شيء او حتى نلتفت، بس السوشيال ميديا مش معيار لحاجه بجد. يعني ممكن تبقى مؤشر من مؤشرات. ده في جامعه اصوات، دي جامعه اصوات، فاحنا قاعدين بنقف قدام حاجات، ما تسيبوا الطلبه يشتغلوا ويتعلموا. بعدين اللي بيعلق على السوشيال ميديا ما هوش فاهم اصلا. لا، والاساسه تبقى فرصه انها تصحح اجراء بدل ما يروحوا غيره في المحكمه الحقيقيه. ويعني اقول لك ايه بس، طيب مفيش حاجه من الحاجات. طب ارجع تاني، ارجع يا نوفمبر. طيب من الحاجات برضو معنا مداخلة الدكتور خالد جعفر. الدكتور خالد جعفر رئيس جامعة السادات، أهلا وسهلا دكتور خالد. أهلا وسهلا يا أستاذ خيري. أهلا بحضراتكم جميعا يا فندم. أهلا بحضراتكم يا دكتور خالد. يعني ردود الأفعال على صور وفيديوهات المحاكاة اللي حصلت في كلية الحقوق يا ترى كان ليها أي رد فعل عند حضراتكم يا فندم؟ حضرتك شفتها إزاي؟ والله يا فندم هي القصة مش بس كلية الحقوق، خليني بس اقول لحضرتك ان حضرتك تعلمين جيدا ان التعليم طول عمره عندنا في مصر هو احنا بنعتمد عليه باليات تعليم. تعليم يعني ايه؟ تعليم يعني تلقين المدرس والطالب، وبيديله المعلومه والطالب بيستوعب المعلومه وبيذاكرها عن طريق عمليات التلقين. وكنا احيانا بنأيد هذا التلقين ان الطالب يشوف جزء من الاجزاء العملي في دراسته. حاليا دلوقتي التعليم الصحيح هو التعليم الخليط بين التعليم والتعلم. تعليم والتعلم، ايه هو التعلم؟ اولا ان الطالب يبحث عن المعلومه، يدرس هو المعلومه بناء على توجيه استاذه فيبدا يبحث عن المعلومه. طيب ايه ادوات التعلم اللي احنا بنعملها؟ التعلم ادواته كتير متعدده، هي واحد منهم البحث عن المعلومه، واحده منهم المحاكاه زي ما موجود، لكن أداة أخرى هي إن أنا بخلي الطالب
يحاكي النموذج اللي هو بيتعلمه او اللي هو بيذاكره او اللي بيسمع عنه، بيبدا هو يعيشه، تمام، يعيشه ايا كان بي 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 بصوره حقيقيه، ان هو يمثله، او نعمل له نماذج زي كرتون او شكل خيالي معين بحيث ان هو يشوفه ويعيشه بنفسه. العين، العين دايما لما بتشوف المعلومه واضحه قدامه زي ما طول عمرنا طبيعي، الممارسه بتفرق جدا. لكن عمليه التقييم يا دكتور، عمليه التقييم يا دكتور بتتم ازاي؟ يعني التقييم، هل بيتم المعلومه بعد اذنك؟ خليني اكمل المعلومه من فضلك. وبالتالي الطالب لما بيشوف المعلومه بالمحاكاه زي ما حضرتك طول عمرك بتذاكر في الثانويه العامه مسلسل او قصه عنتر بن شداد، لما جيت شفتها حقيقيه اترسمت في ذهنك الصوره، وبالتالي نموذج المحاكاة الطالب بيذاكره وبيراجعه وبعدين بيقوم بيمثله قدام زمايله. وبالتالي أولا نموذج المحاكاة بيخلق واقع للطالب بيعيشه، نمرة اتنين بيعلمه آليات الحوار، طلب الإقناع. يا دكتور احنا مقتنعين طبعا بالدور ده وده أهميته، لكن احنا دلوقتي بصدد سؤالين أساسيين. السؤال الأولاني، ردود الفعل اللي بتيجي على أمور زي دي بيتم التعامل معاها إزاي، وعملية تقييم وتقدير الطلبة على مثل هذه الأنشطة إيه الآليات بتاعتها؟ ردود الفعل أولا غالبيتها مفيدة، بعض الناس أو بعض وجهات النظر بتقول إن ده ما بيستفيدش منه الطالب. لا، أنا من واقع الحقل العلمي وأنا كأستاذ جامعي ورئيس لجامعة بقول لحضرتك إن ده بالفعل مفيد جدا للطالب. الطالب حتى وهو بيجاوب السؤال بيبدأ إن هو يتذكره، وبالتالي تقييمه بالنسبة لي لا تقييم مفيد. زي طيب بالظبط ما بقدر أعيش الطالب في معمل افتراضي. طيب دكتور، يا دكتور أنا بعتذر جدا لمقاطعتك، بس الحقيقة ردود الأفعال السلبية كانت على حاجة واحدة بس، هي حبس البنت أو الولاد داخل قفص في نموذج المحاكاة، وقالوا إن ده لا يجوز ولا يليق وهو ده الجزء الوحيد اللي الناس كانت معترضة عليه على السوشيال ميديا. ويهمني حضرتك تقول رد مباشر للناس اللي اتكلمت في الموضوع ده، توجه لهم رسالة وتقول إيه تعليقك على ده إيه؟ الرد المباشر أولا خلي بال حضرتك إن الطالبة اللي داخلة في القفص دي هي داخلة بتمثل دور زي ما أي واحد بيمثل دور في الفيلم بتاعه، وبالتالي هي بتوصل الرسالة للي بيشوفها، تمام؟ هي اللي داخلة بمزاجها، هي بتعيش دور معين عشان تفيد زمايلها. إحنا إمبارح وحضرتك هتشوفيه ده إن شاء الله، عاملين نموذج محاكاة في جامعة مدينة السادات في حضور الرائد المناخ للرئاسة المصرية الدكتور محمود محي الدين، عاملين نموذج في جامعة مدينة السادات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية. عظيم، شيء رائع. حضرتك تقعد وتشوف الطلاب اللي بيمثل رئيس مجلس الوزراء، اللي بيمثل مجموعة الوزراء، وكل واحد بيقوم بدوره. أعتقد هذا الدور لو الطالب سئل فيه بالفعل هيقدر يجاوبه ويتخيل ايه اللي كان بيحصل. طبعا يا دكتور، يعني مجهود هايل، والمحاكاه في حد ذاتها مثمره جدا، ونتمنى ان ده يكون في اسلوب التعليم دايما في كل جامعاتنا. واحنا بنشكر حضرتك جدا للاستجابه وردك على اسئلتنا دكتور خالد جعفر رئيس جامعه السادات، كل الشكر. شكرا يا كريم. طيب من الحاجات برضو اللي كان عليها بحث النهارده واهتمام هو تردد قناه القاهره الاخباريه اللي كان خالد بيتكلم عليها، برضو فيها اهتمام بيها، بالتوفيق لكل الزملاء. من برضو الحاجات اللي كان عليها اهتمام كبير جدا وده اهتمام ايجابي فيما يتعلق بالرياضه، انتوا عارفين المنافسه ما بين الاهلي والزمالك على طول دايما، وكان لسه في مباراه، لكن المره دي كانت لقطه حلوه، امام عاشور وما ادراك ما امام عاشور عند الاهلاويه، بس اعتقد دي ممكن تطفي الكثير من الحرائق. هو راجل اعتذر 10 مرات وده سلوك راقي جدا، وده اللي بيأكد شكل العلاقه ايه، لولا ان في ناس دايما زار محمد عبد المنعم في المستشفى وبعد العمليه على طول وقال له السلام عليك اصحاب يا عم، كلهم اصحاب وبيكلموا بعض وبيقابلوا بعض، ناس بتسترزق بس من فكره اشعال الفتن والبلد تدفع الثمن وخلاص. طيب من الزمالك لنجمنا محمد صلاح، وعلى صفحته حط منشور لموسم الرياض وكان ترتيبه رقم واحد بالنسبه للنجوم اللي تم اطلاقهم وتم الاستعانه بيهم لموسم الرياض، وفي كلام ان هو هيكون موجود في موسم الرياض. الخبر ده هيعجب خيري جدا، انه طبعا هو مصاب بيرتاح شويه تعب كتير. أيوة. بس هو حب يهلس اللي هو طبعا الاستاذ هالاند، حب يهلس او يقلس على الجماعه اللي بيتريقوا عليه، ففي عيد الهالوين راح عامل قال لك هالوين هالاند وين، وحط صورته
ما مش شايفينها ولا لا، شويه تعديلات على انه روبوت. هو كمان انسان الي. هو مش ذكي ودمه خفيف والف سلامة عليه طبعا، بس طبعا يرجع براحته يعني، ده بالذات يرجع براحته ياخد شهر عايزينه يرجع لما يبقى كويس قوي يعني، لما صلاح يحصله. طيب اخر قصه معايا، وقصه كانت مثار اهتمام كبير جدا على كل المشهد، يعني رقم واحد في ترند المزيك لو لينا نقول ترند المزيك. ايه القصة؟ الفنان مصطفى كامل شاعر ونقيب الموسيقيين قال النهاردة مجموعة من التصريحات ما فيش من ساعتين ثلاثة. قال ايه؟ قال اولا تنظيم قواعد عمل مطربي الراب، وقلل العدد الفرق الموسيقية اللي لازم تكون مصاحبة ليهم، بقت 6 أفراد بس. وقال حاجة مهمة قوي بقى، قالك من شيم الكبار الاعتذار عن الخطأ، وأنا ما كنتش مستمع جيد ليكم. ده بيوجه رسالته لجمهور الراب ومطربي الراب أو مؤدي الراب، وأقولك أولادي بيحبوكوا ومصر أم الدنيا وبنحترم الفن الحديث. وقال لهم مجموعة من التوصيات ونزل بمجموعة من القرارات وأمور تنظيمية ومهتمين يبحثوا عنها، لان دي القضيه دي كانت مهمه جدا، فكره المهرجانات، فكره الراب ازاي يتم تنظيمها، لانها مفروضه وواجبه وجزء من كتير. طيب عندنا كمان ابناء مصطفى كامل كمان كانوا موجودين. ايوه ابناء مصطفى كامل راحوا واتصوروا مع مروان لا مش مروان بابلو، ده عفروتو وده مروان موسى، فاولاد مصطفى كامل. وعلى حق واضح ان هو ليه تاثير، فده ليه تاثير كبير جدا. بس طيب عندك بورسعيد. طبعا بورسعيد كان قصه مهمه جدا. ايه بقى؟ يعني مفيش حد ما بيحبش بورسعيد. وبورسعيد في الصيف والشتاء جميله جدا. لا وهي بلد تحفه. من حب الناس بورسعيد كمان الطيور بتحب بورسعيد. والطيور بتروح بورسعيد، وتحديدا الطيور الفلامنجو. اللي هي على طول جزء كبير جدا من رحلتها السنويه لازم تعدي على بورسعيد، وساعات بتوصل ل 20,000 وساعات بتوصل ل 25,000. وكان تقريبا هي الترند رقم واحد في بورسعيد. انا مش عايز اتكلم كتير، بس احنا معانا بهجه كل المصريين على فكره، يعني واحد من المسؤولين الكبار، واحد من اشهر نواب المحافظين، نائب محافظ بورسعيد المهندس عمرو عثمان. عايز اقول لك ما بروحش مره بورسعيد او بشوف سيد اللواء عادل الغضبان لما يقول لي ده هيبقى سياسي كبير جدا وبيقوم بدور وعنده صلاحيات في المحافظة، رغم أنه شاب من اللجنة التنسيقية لحزب مستقبل وطن، لكن أنا ببقى سعيد بيه جدا. مهندس عمرو أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا خير بي، وأهلا وسهلا على كريمة هانم والأستاذ خالد منورين المستشفى. يا أهلا يا باش مهندس. الحقيقة أبهجتنا المشاهد الحلوة الجميلة والصور المنتشرة عن بورسعيد، ممر التاني لهجرة طيور الفلامينجو. وطبعا كل جمال بورسعيد الناس بتتكلم عنه، لكن المشاهد دي واحنا بنتفرج عليها حسينا بقد ايه ان في جمال اخر، وجهه اخرى بتمثلها بورسعيد للناس عشاق الطيور وعشاق التصوير. شفت ازاي انتشرها على السوشيال ميديا وازاي تابعته ده وجهزتوا له ولا لا؟ يمكن الحمد لله يعني ربنا حبى مصر يعني بمميزات عظيمه وكبيره جدا. يعني يمكن مصر تعتبر اعظم مسارات الهجره العالميه للطيور. احنا بيعدي عندنا في مصر اكتر من 2 مليون طائر مهاجر. وده بالمناسبه يعني الطيور بتهاجر من البرد القارس في اوروبا في فصل، هو في موسمين للهجر، هجره فصل الخريف اللي احنا بنبدا فيه دلوقتي بدايه الشتاء، والهجره بتاعه الربيع اللي هي في شهر 3. في شهر من اول نص 10 كده لحد شهر 1 دي الهجره بتاعه الخريف اللي الطائر بيهرب منه من برد الشتاء القارس في اوروبا. فسبحان الله بيعدي على مصر اكتر من 2 مليون طائر مهاجر. ما شاء الله، ما نعرفش نوطنهم هنا دول. نديهم الجنسيه. المطار الرئيسي لل يعني لهذه المجموعه من الطيور النادره. ايوه. من ضمن الطيور يعني من ضمن الطيور دي في اكتر من 37 نوع ده قابل للانقراض. وده اللي بيخلي انه الهواة التصوير الطيور النادره بيبداوا بقى ان هم يراقبوا الطيور دي. احنا يمكن عندنا في مصر اكتر من مكان من ضمن الاماكن دي اللي الطائر بيقف عليها بحيره المنزله، عندنا بورسعيد وكمان بحيره البردويل. بقى دلوقتي بحيره البردويل دلوقتي في شرق بورسعيد
وبحيره الملاحات في بور فؤاد. طب بتوفر لهم اي امكانيات يا باشمهندس للناس عشاء الطيور والتصوير؟ هل يا ترى، لان اعتقد انه موسم ممكن نستغله عشاء التصوير مش بس احنا فعلا بالفعل يعني سياده اللواء عادل الغضبان بقالنا اكتر من 15 او 20 اجتماع من بدايه السنه من شهر فبراير واحنا بننسق لاقامه مهرجان لمراقبه الطيور المهاجره، مهرجان عالمي واحنا بنسوق له ونسقنا فيه مع وزاره السياحه والاثار يعني وبالتحديد مكتب هيئه تنشيط السياحه في محافظه بورسعيد هو كان صاحب الفكره، ونسقنا مع وزاره البيئه عشان محميه اشكوم الجميد، ونسقنا مع القوات المسلحه المصريه العظيمه عشان توفير الوسائل النقل لحفة المنزله اثناء المهرجان، وتمت التنسيقات مع جميع جهات الدوله لاقامه مهرجان عالمي. المهم نعمله بقى امتى؟ فبراير ان شاء الله يوم 23 ديسمبر يوم العيد القومي بتاعنا هيبقى اول يوم، هو المهرجان هيستمر من 21 ل 25. رائع، واحنا هنكون معاكم ان شاء الله. انا عندي سؤال اخير قبل ما اقفل معاك الحقيقه يا باشمهندس عمرو، معلش انا سؤال كان ليه علاقه بترند السياحه. مش هخليك تعمل ده خالد، بس هو سؤال بما ان احنا في الطيور، هو سؤال معلش لانه عزيز عليا قوي بصراحه. انا شفت هذا المشهد واتمنى ان يكون في يعني اتخاذ قرار بشانه. في سوق السمك كتير جدا من محلات الاسماك بتحط طائر من الطيور دي اللي بتبقى مهاجره قدام المحل بتاعها. الحقيقه انا يعني شفت المشهد ألمني جدا، لانها طيور مهاجره واحجامها كبيره وبتتحط الناس بتتفرج عليها بس بيقطع عليهم دوره الانتقال. انا مش عارفه في متابعه من الـ يعني لهذه الجزئيه، هل في قرارات اتخذتوها او اي شيء ولا لا؟ لا احنا بنتابع، وهي الطيور اللي بتتحط ما بتبقاش طيور مهاجره، بس هي بتعتبر فولكلور. انت عارفه حضرتك احنا بيجي لنا سياحه اليوم الواحد دي، سوق السمك ده ما بيخلاش من السياح الاجانب يوميا. انت عندكم سوق سمك يتزار بصراحه؟ عندنا سوق سمك الحمد لله احسن سوق سمك في مصر. وناكل بس انا هرجع تاني للمهرجان، معلش ادوني دقيقه قبل ما تقفلوا. اتفضل. احنا عندنا ان شاء الله اكثر من 300 مصور محترف جايين، وبندعي حضراتكم ان انتوا تغطوا المهرجان طبعا. بالاضافه ان سياده اللواء عادل الغضبان بدانا في مشروع قومي بالتعاون مع شركه الملاحات شرق بور فؤاد لتطوير جبال الملح بالكامل وتطوير الملاحات بالكامل، انها تصبح مزار سياحه عالمي بالتزامن مع وجود الطيور في بحيره بور فؤاد. عظيم. وكمان في يعني طيور اوروبا بتهاجر على هنا كمان، في كمان دلوقتي مش اقول بقى هجره، لكن في سياح كتير جدا من اوروبا بيتوجهوا لمناطق، فطبيعي ان احنا نبقى مستعدين لده خاصه في موسم الشتاء اللي احنا فيه ده. واكد لنا المعلومه يا باشمهندس عمرو ان الطيور اللي موجوده في سوق السمك ما هياش طيور مهاجره ارجوك. لا لا مش مهاجره، واحنا واقفين بالنا الحمد لله، يعني بننسق مع اداره سوق السمك تنسيق مستمر، وسوق السمك يعني بدا حضرتك ان حضرتك تزوريه هتلاقيه يعني من احسن الاسواق اللي موجوده في مصر، يعني بقى مزار كمان، يعني حتى سياحه اليوم الواحد بقى لازم ما ينفعش يجي بورسعيد ويمشي من غير ما يعدي على سوق السمك. وانا اولهم والله يا باشمهندس. وجبال الملح بورسعيد يعني. وجبال الملح بنعمل فيها مشروع عالمي لتطويرها بالكهوف بتاعت الملح باماكن اقامه. لا واضح ان حضرتك متابع البورصه، لان على طول في البورصه ده من ضمن الحاجات اللي نقدر نقول عليها ترند بورسعيد. كده حددنا حلقتنا امتى يا باشمهندس عمرو؟ ان شاء الله واحنا بنحتفل معاكم بعيد بورسعيد القومي ان شاء الله. تنوروا المهرجان، تنوروا اول الحضور ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس. بشكر المهندس عمرو عثمان نائب محافظ مدينه بورسعيد الجميله الباسله، وبشكرك جدا يا خالد. انا راح اعمل التقرير. ايوه طبعا تاكل سمك. لا لا بورسعيد فعلا فعلا لما تيجي تبص عليه على بورصه الكلام على الترند، لا موجوده وفي اهتمام كبير جدا. القيادات اللي فيها كلها نشطه جدا جدا الحقيقه، وبتحب المحافظه بقلبها وبتخدمها بقلبها. هايل. كيف نواجه ازمه الاسعار؟ هذه هي فقرتنا القادمه مع نهاد. اسال مش اسال نهاد، لا راي اخر بعد الفاصل ان شاء الله.